صاحب أول دار أسلمت من الأنصار، لقب ببركة الإسلام وشمس المدينة التي أشرقت بنور الإيمان. صحابي اهتز العرش لموته، فهو الفارس الجسور المؤمن الطهور. لنا رواية مع سيد الأوس سعد بن معاذ. هنيئا لك يا أبا عمرو. هو سعد ابن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن عبد الأشهل الأنصاري، كنيته أبو عمرو. أسلم على يد مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الأولى، فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل. من هو سعد ابن معاذ قبل الإسلام وكيف كان حاله؟ هو سيد الأوس من بنو عبد سهيل. كيف جاء إسلام سعد بن معاذ؟ أسلم مبكراً على يد سيدنا مصعب بن عمير. ما هو دور الصحابي مصعب بن عمير في إسلام الأنصار وعلى رأسهم سعد بن معاذ؟ كان دور مصعب بن عمير في إسلام سعد بن معاذ دوراً كبيراً، لأنه علمه تعاليم الإسلام. فلما أسلم، أسلم القوم، لم يبقى رجل ولا امرأة من بني عبد الأشهل إلا ودخل في الإسلام طاعة لسيدنا، طاعة لله ولرسوله. نعم. وامتثالا لسيدهم سيدنا سعد ابن معاذ. ما تأثير هذا القائد هذا السيد في إسلام قومه؟ قال لهم: ما تروني فيكم؟ فقالوا: إنك سيدنا وأفضلنا. فقال لهم كلمة أو جملة شهيرة: إن حديث رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في الإسلام. فلم يأتي المساء حتى أسلم القوم جميعا. سعد ابن معاذ بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أهم ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، فآخى بين سعد ابن معاذ سيد الأوس وبين أبو عبيدة ابن الجراح وقيل سعد ابن أبي وقاص. شهد سعد مع الرسول الكثير من المواقف في الغزوات، فكان كالأسد في عرينه، من الأبطال الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. اشتهر عنه أيضاً الإقدام والفروسية، وشارك في جميع الغزوات والفتوحات حتى وفاته في موقعة الخندق. حينما خرجت قريش لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام بعض المهاجرين وتكلموا كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أشيروا علي أيها الناس. فقام سيدنا سعد ابن معاذ وقال: يا رسول الله، لعلك تريدنا. لماذا طلب النبي المشورة أكثر من مرة في غزوة بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب المشورة أكثر من مرة في غزوة بدر لأنه كان يريد شيئا معينا، ألا وهو استشارة الأنصار. لماذا الأنصار تحديداً؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه له مع الأنصار عهداً وميثاقاً على أن ينصروه ويؤاذبوه ويدافعوا عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون هذا العهد مقتصراً على مناصرته والدفاع عنه داخل المدينة لا خارجها. لذلك وقف سيدنا سعد بن معاذ خطيباً وقال: لعلك تريدنا يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، إننا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تصر به عينك. بعد إسلامه كان له دور كبير في المشاهد والفتوحات حضرها جميعها حتى قتل في الخندق. في البداية في غزوة بدر كان كانت فتحا كبيرا على المسلمين، ثم
كانت أحد. امتاز الصحابي سعد بن معاذ بالقوة والشجاعة والإصرار أيضا، وظهر ذلك بشكل كبير جدا في غزوة أحد عندما كان من الثابتين مع الرسول. عندما بدأت الغزوة وانتصر المسلمون في مقدمتها وحدث ما حدث من الرماة، واستغل سيدنا خالد بن الوليد هذه الثغرة التي تركها الرماة وهاجم المسلمين وبعثر صفوفهم، فكان من الثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة. كان سعد بن معاذ نموذجا من نماذج الإخلاص والوفاء في صحبته وحبه لرسول الله وخوفه الشديد عليه. في الخندق دارت مؤامرة كبيرة، خاصة من اليهود الذين خالفوا عهدهم وكان على رأسهم بنو قريظة. القرآن صور لنا هذا المشهد في صورة بديعة. قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، الأحزاب من الأمام ومن أسفل منكم، وبنو قريظة نقضت العهد من الخلف. نعم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءت غزوة الخندق، وهنا كان دور كبير للفارس والمجاهد سعد بن معاذ. كان من ضمن الفرسان الشجعان الذين تصدوا في هذه الغزوة سيدنا سعد بن معاذ، وكان مما أصابه في هذه الغزوة أن رماه أحد القريشيين بسهم فأصاب كاحله. وتمنى سعد بن معاذ ألا يموت إلا بعد أن تنتهي الحرب. لماذا اختار النبي سعد بن معاذ ليحكم على بني قريظة؟ النبي اختار سعد بن معاذ اختاره لأنه من القوم، لأنه على علم بهم، كانت تربطه بهم علاقات قبل الإسلام، وبالتالي وأدرى الناس بطبيعته وبما يصلح لهم أو بما يصلح لهم من حكم. ظل بعدها فترة يعالج حتى وافته المنية سنة 5 من الهجرة عن عمر يناهز 36 أو 37 عاما. جاءت جنازة سعد بن معاذ تكريما وتعظيما وتشريفا لقدره وعلوا لمنزلته، فسيرته عطرة وحياته مليئة بالبطولات، ولم تأتي وفاته بأقل من ذلك. كيف سترت وفاة الصحابي سعد بن معاذ المكانة الكبيرة والعلية له عند الله وعند الرسول وعند المسلمين جميعا؟ يروى أنه بموت سيدنا سعد بن معاذ أن في يوم وفاته اهتز له عرش الرحمن، ويوم وفاته فتحت له أبواب السماء، وشيع جنازته 70,000 من الملائكة. قام الرسول عليه الصلاة والسلام بدفنه بيده الشريفة. في مشهد وفاته له رسالة وعبرة كبيرة جدا، كيف أحب الله والرسول هذا الرجل؟ لما جاءت أمه تبكيه عند وفاته طمأنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لقد ضحك الله من سعد واهتز له عرش الرحمن جل وعلا. فأي عظم وأي مكانة حظي بها هذا الصحابي الجليل. في السنة 5 من الهجرة توفي الصحابي سعد بن معاذ بعد يوم الخندق وهو في سنوات عمره 30. صلى عليه النبي ودفن في البقيع ليرحل الفارس النجيب.